بسم الله الرحمن الرحيم. يا باشا نكمل بقية اللابات الخاصة بالـ CCNA Security Lab. كنا وقفنا آخر مرة عند Zoom Based Firewall، لسه بنتكلم فيها. خدنا فيها محاضرتين أو خدنا فيها لابين. اللاب الأولاني كان بيزك، عملنا بس Zoom Internal و External، وقدرنا نمنع الـ نمنع جميع أنواع الترافيك إلا الـ HTTP Traffic بس. خدنا لاب تاني Advanced شوية، عرفنا إزاي نتحكم في الناس اللي هتخش في السيلف زون بتاعتنا، عزلنا أي حد من الـ External يخش عندي جوه السيلف زون سواء بالـ Telnet أو الـ Secure Shell. تعال المرة دي بقى نطبق الكلام ده، بس بدل CLI ناخده GUI. يعني كده مش هتعودنا ازاي نشتغل ببرنامج اللي اسمه سي سي بي سيسكو كونفيجريشن، بنخش نشوف بقى ازاي نطبق الزوم بيست فاير وول بس جي يو اي. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. ده اللاب بتاعنا اهو، تمام. انا لسه عامله دلوقتي. ده الراوتر الاولاني، تمام كده. وده الاي سي بي. الراوتر ده كل اللي معمول عليه بس متاخد اي بي للانترفيس فاست 0 على 0 وانترفيس 3 1 على 0، بس متاخد اي بي للانترفيس دول بس وخلاص، تمام كده. طبعا مش عامل اي كونفيجريشن في المنطقه دي، تمام كده. وهنا ده الجهاز اللي واصل بالفي ام نتورك واحد اللي هو جهاز اكس بي واحد، وفعلت عليه شويه الكوماند الخاصه بالسي سي بي سيسكو كونفيجريشن بروفيشنال. تعال نبتدي بقى على طول من اول استخدام السيسكو كونفيجريشن بروفيشنال، ازاي نخش بقى على الراوتر ده ونبتدي نفعل اوامر الزوم بيست فاير وول بس كجي يو اي. نفس الكلام، نفس التاسك بالظبط. عايزين نعمل شبكه انترنال، زوم انترنال، وهنا زوم ثانيه اكسترنال، تمام. هنعمل واحده انترنال واحده اكسترنال، ونخلي بس ال HTTP ترافيك هو اللي يعدي من الانترنال لمين؟ للاكسترنال. طيب تعال نشوف بقى ازاي نعمل الكلام ده جي او. نفتح بقى الفي ام وير، ادي برنامج سي سي بي هو شغال، معمول ديسكفر خلاص للجهاز. طبعا عملت الخطوات دي بسرعه بحيث ان هو ما طولش وقت الفيديو. طيب هنا شباب، اول حاجه عرفناها ان احنا لازم نكريت زوم. هعملها منين؟ التابوج الخاص بالسكيورتي فاير وول، هتلاقي حاجه اسمها فاير وول كومبوننت. يعني في عندك الزوم وفوقها الزوم بير، قلنا الزوم دي من كارت الزوم بتاعتنا، زوم بير ده اللي هو الدايركشن اخر خطوه خالص. فاحنا هنختار زوم، تمام. مفيش اي زوم موجوده، هنقول له طب اد، هنعمل اد للزوم بتاعتنا. قال لي طب اسمها ايه؟ احنا هنعمل زوم انترنال انترنال. طب شايف على طول جاب لك طب معاها انترفيس مين؟ اللي هي الخطوه الثانيه على طول، بدل ما تخش جوه الانترفيس وتقول له تقول له تبع زون كذا، لا خلاص على طول. يبقى انا اقول له في انترنال وتبعها مين؟ اف 0 على 0. اوكي، يبقى كده خلاص خطوتين اتضموا مره واحده على طول. يبقى دي كده اول واحده. عايزين نعمل زون كمان اكسترنال. استنى بس اما الراجل ده يشيل الشاشه دي. قال لي انا اروح اكتب زون سكيورتي انترنال انترفيس كذا وادخله جوه الزون دي، مفيش مشكله. دي الامر اللي احنا اتعودنا عليها في اللابات اللي فاتت. تمام، اوكي. اد كمان واحده اكسترنال، وهو طبعا هو مش محدد لي غير الاثنين انترفيس دول بس، لان دول بس اللي انا اعطيهم ايبات على الرسمه. يعني هنا لو جيت تشوف الرسمه، تمام، انا اعطي اي بي اف 0 على 0 واي بي 0 1 على 0 بس، فهو عشان كده ظهر لي الاثنين دول بس. تمام، اوكي، برافو. يبقى كده الخطوه الاولى والثانيه خلصت، اللي هو موضوع كريت للزون وندخل البورت جوه الزون الخاصه بيه. طب الخطوه الثالثه نحدد الترافيك بقى. عايز احدد الترافيك بتاعي اللي هو ال HTTP ترافيك خلاص 100، اجيبها منين؟ سيب بقى المنطقه دي، هنرجع لها تاني عشان نعمل الزوم بير، بس سيبها دلوقتي. نخش هنا، هتلاقي في عندك حاجه اسمها بوليسي ماب وكلاس ماب، هم دول اللي يهموني. انا هجيب الكلاس ماب، انسبكشن، اد، هعمل كلاس ماب جديده اشاور بقى على الترافيك بتاع ال HTTP بس. هنا الكلاس ماب هيبقى اسمها ايه؟ اسميها ماي ترافيك، نفس الاسامي عشان الناس ما تتلخبطش، تمام. واشاور على الترافيك بتاع ال HTTP وكمان HTTPS بالمره، يعني سواء العادي او السكيور بتاعه، تمام. او لو عايز تخلي HTTP بس مفيش مشكله. هنا ماتش اني وماتش اول اللي كانت عملت مشكله اللاب اللي فات، لو حد يفتكر ماتش اني يبقى سواء كان جاي ده او ده، جاي البروتوكول ده او ده. ماتش اول يبقى لازم يكون جاي الاثنين مع بعض، طبعا استحاله يكون جاي الاثنين مع بعض. فانا اقول له اني كونديشن سواء ده او ده، تمام. ديسكريبشن ده وصف ليك انت. اوكي، ده كده عملنا الكلاس ماب، انسبكشن، ماتش اني، وماتش البروتوكول، دور البروتوكول ده. دي الاوامر. شايف الدنيا هنا في الجي او اي سهله ازاي؟ سريعه، تمام. طب عملت الكلاس ماب، ناقص ايه؟ ناقص البوليسي. الناس اللي انت شاورت عليهم دول هتعمل فيهم ايه؟ دوناي ولا بيرميت ولا دروب ولا ايه بالظبط؟ تمام كده. فهنجيب البوليسي، انسبكشن، اد، تمام. البوليسي نيم بتاعتنا هنسميها ماي بوليسي، نفس الاسامي عشان ما حدش يتلخبط. هنا بقول لك الكلاس ماب بتاعتك اد، شاور لي على الكلاس ماب. هنا بقول لك انت هتعمل كلاس ماب جديده ولا هتعمل سيلكت الكلاس ماب انت عاملها؟ لا احنا عاملين اصلا كلاس ماب اصلا،
هنقول له كلاس ماب، جاب لي كل كلاس ماب اللي اتعملت، مفيش غير ماي ترافيك بس طبعا، ما هي دي بتاعتي. طب بيقول لك اعملها ايه؟ باص، هتعديها بس، قلنا باص يعني هيعديها وملوش دعوه بالربوع بتاعها. دروب، هيوقعها. انسبكت، هيعديها يسمح لها تطلع للشبكه الخارجيه ويسمح لها ترجع مره ثانيه. تمام، اوكي. طبعا كلمه لوج اللي كانت بتعلق اللي بتبان ديت، يعني لما اجي لو حد عمل ماتش مع الترافيك ده، مع ماي ترافيك ده، مع الكلاس ده، ايه رايك ابلغك، ابعت لك حاجه اسمها لوج مسج، اسس لوج سيرفر بتاعك، ابعت لك اقول لك خد بالك في ترافيك دلوقتي عمل ماتش مع البولس ديت وانا عملت له باص. تمام، ودروب نفس الكلام، وانسبكت. فاحنا هنختار انسبكت. اوكي، تمام، اوكي. طيب طبق هو الاوامر دي، مفيش مشكله، يبقى كده خلاص اربع خطوات خلصوا. الزون اتعملت، دخلنا البورت جوه الزون، عملنا الكلاس ماب بتاعتنا، عملنا البولس ماب بتاعتنا، ناقص بس الزون بير، اخر خطوه. تمام، الزون بير بقى منين لفين؟ ادي الزون بير بتاعتنا اهي، من فوق بقى من فاير ويل كومبوننت، زون بير اد، اسمها ايه؟ هنسميها برضو ان اوت، نفس المسميات. منين لفين؟ هي جايه من الانترنال وخارجه الاكسترنال. تمام، طب البولس اسمها ايه؟ ماي بولسي. اه اوكي، هذا الامر بتاعها. شايف الدنيا هنا سريع، بس لو انت فاهم اول مسيد لاين تقدر تشتغل هنا بسهوله، مفيش اي مشاكل فيه. كده انا خلصت خالص. تمام كده، شفتوا اللاب بسيط ازاي؟ ما كملناش حاجه، 5 دقايق تقريبا وكنا مخلصين. طب لو عايز اعمل التاسك الثاني اللي هو الادفانسد، اللي هو مش عايز حد يعمل تلنت او سكيور شيل على السيلف زون، تمام هعملها ازاي ديت؟ تعالى كده، اول حاجه هنكريت الزون معموله. طب نكريت الكلاس بتاع، ندخل البورت جوه الزون معموله، نعمل كلاس تايب الكلاس ماب بتاعتنا، اروح جايب كلاس ماب ثاني انسبكشن واقول له ضيف لي واحده جديده، سميها لي تلنت ترافيك، هنسميها تلنت ولا نسميها في توي ترافيك؟ خليها تلنت ترافيك عشان ما يتلخبطش. تلنت داش ترافيك، انا بحاول بس اكتب نفس المسميات اللي عملناها في اللاب بتاع السي ال اي عشان ما حدش يطلع. وهنشاور هنا على حد يدور له بقى على التلنت، نتورك مانجمنت، لا ريموت اكسس اهي، تلنت والسكيور شبكه. تمام، يبقى انا عملت تلنت ترافيك، شاورت على التلنت والسكيور شبكه، ادي الكلاس ماب. طب عايزين نعمل لهم ايه؟ بيرميت ولا دناي ولا ايه؟ هنشوف، نروح للبوليسي، نعمل البوليسي اد، هنعمل بوليسي جديده نسميها في تو واي داش بوليسي. الكلاس ماب اد اسمها، هنجيب كلاس ماب احنا عاملينها اسمها تلنت. تمام، هنعمل لها المره دي ايه؟ دروب. اوكي اوكي دروب، شكرا. اخر خطوه، ناقص خطوه واحده بس، دي الدايركشن بقى الاتجاه. هنروح للزون بير اهيت، اد، هقول له من الاوت، من بره للسيلف، ده اسم، اي اسم انت عايزه. تمام، اقول له لو حد جاي من الاكسترنال زون وعايز يخش جوه السيلف زون، طبق لي البولس ماب اللي اسمها في تو اي بولس. اوكي شكرا، كده اللاب باص. تمام كده، فكده عرفنا ازاي نعمل زون بيزد فاير وول، سواء سي ال اي، سواء اوامر، او سواء جي يو اي عن طريق البرنامج اللي اسمه سيسكو كونفيجريشن بروفيشن. زي ما انت شايف البرنامج سهل خالص، مفيش فيه اي مشاكل. تمام كده، بس هو اتعود بس على اماكن الحاجات بتاعتك فين وخلاص. تمام ده كده الحمد لله، كده يبقى زون بيز فاير وول كده انتهى. قبل المحاضره الجايه ان شاء الله في حاجه اسمها الاي اس اي فاير وول، بعد ما اتعاملنا مع الراوتر. تمام كده، نتعامل بقى مع الابلاينس نفسه، الجهاز كده مخصوص. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.